الحين علشان نعرف طريقة السكريبت، هي بصراحة كوبي وبيست، يعني ما فيها برمجة ولا اسمه. هني نلقى بالزر اليمين تحت كلش سكريبت اديتر، أو ننظف شوية نشوف الشاشة. عندنا هني مثلا إذا أشرنا على الشولدر راح يعطينا select R left shoulder، هني يعطينا select minus R neck، وهكذا يعطينا هني ال script editor كل خطوة نسويها بالمايه، يعني مثل تسجيل نفس الفوتوشوب بالأكشن فوتوشوب شلون يسوي كذي، هذه نفس الطريقة هني. كل حركة ماوس، كل ضغطة ماوس يقول لك أو يسجل لك إياها بالسكريبت إديتر. فإحنا راح نسجل بالضبط كأننا قاعد نسجل حركة اللي نسويها، يعني مثلا إذا أشرنا على هذا الشيست أو سباين نقول له هني ست، ما طلعنا إياها هني لأن مو مفعلين الإيكو. ندش على الهيستوري نقول إيكو. الحين أشرنا راح يقولنا سيلكت، ضغطنا سيت راح يعطينا الأمر هذا. هذا الأمر الحين إذا أخذناه كوبي وبيست أو سحبناه إلى الشلف نقول له ميل. هذا الحين الأمر الحين إذا عملنا كلير ضغطنا راح يعطينا يسوي الطريقة اللي سواها لنا اللي سجلناها احنا. والحين نفس الطريقة هني إذا أشرنا على الهب راح يقول لنا select hub، نعطيه set، ناخذ هذا كله ونحطه بالشلف. طبعا أنا قاعد أحط الحين واحد واحد، بس أنت بعدين تقدر تحط الكل مع بعض بتن واحد اللي تكمل، يعني تكمل أنت لين تخلص تسوي بعدين select عليهم تحطهم بالشلف. الحين سوينا clear all أول شيء، وإحنا حطينا هذه button، هذا button، هذا اللي هو واحد حق ال chest، واحد حق spine، واحد حق ال hip. هذه هي طريقة ال script editor، وشلون أنت مو كل مرة، عشان مو كل مرة تسوي ال retarget، خلاص تسويهم مرة واحدة وتعمل ال سكريبت بالشلف وخلاص. أنا مسوي سكريبت حق الكل، لاحظ هني حين أعطانا مع الأكسلري، هني هذيلا طبعا يعني المرحلة الثالثة. المرحلة الأولى الأساسية اللي هم فوق، واللي تحت الاكسلري يعني المرحلة الثانية يفضل انك تحطهم. نقول له هني الحين كاركترايز، نلاحظ انه اعطانا اي كاركترايز سكسسفول.